شوي شوي شوي. يلا بسم الله. حطي حطي ايه حطي 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 ايه حطي حطي ايه ردي لورا وقفي لورا. هيدا العجين هيك بيتحضر. هلا انا تاخرت لاوصل واجي وما شفت اول شيء كيف بلشوا، بس اكيد بيحطوا الطحين. بس الطحين ها ايه طحين اها ملح ومي بيخلطوهم بحطون على جنب وبيحمير كمان ايه وخميره الخمير بالطحين بحطوا المي وبصيروا يعجنوهم اها ما بيكتروا مي حتين العجين ما يطلع رخو وبصيروا شوي شوي يحطوا لهم مي هيك المي يا بتول يعني بيزيدوا المي شوي شوي ايه مش بفرد مرة بيحطوا المي حطي لي مي بكره منقلكم كيف بنخبزهم اكيد ومناكلهم هذا اكل الصحي نحن بنشتغل ومناكل شيء طبيعي يعطيك العافيه يا هلا يا هلا هذا اللي كان امي الله يرحمه جابته هذا بالسيع مدان يعني اسم البركه 20 كيلو ما شاء الله نحس نحن وعم نعجن راحت الكهرباء قطعت الكهرباء وهلا قاعدين على ضو التليفون هيدي الحياة بلبنان بتبلشي شغل بالنص شو بيقطع الكهرباء بدها قوة كتير ها اي بدها عضل ما شاء الله لحظة بالعتمة عم نشتغل هودي ملح كم رغيف خبز بيطلع من هالعجين؟ هولي بيطلعوا لهم شي 300 رغيف اوه ما شاء الله البركة هولي طحين ذرة هولي من دعبة للعجين فيه دعبة ما بيقولوا له من دعبة عجنيهم بعد ما بنعجن بنحط طحين الذرة وبعد طحين الذرة بنصير نقطع العجين وندعبلهم ونحطهم بالكان منغطيهم للصبح تصبحوا بخير ومنقوم منصير نخبزهم على الصاج الحطب نفرجيك يمكن بنسوي الخبز يا إلهي يا هلا
نقعد بصير مقطع بتشو لو تحب لك بالعجين هيك من جعب العجين كأنه معجون نحن وعم ندعبله فيني جرب أنا؟ تفضلي يلا هيدي اللي عم يعملوها منسميها يا منقول روج يا منقول قرص قرص يعني وحدة قرص قرص ببعلبك بيقولوا تقريصة تقريص ببعلبك بيقولوا لتقريصة هون منسميها ترويج نفس الشيء بس هيدا اول لكن خلص نغطيها هيدا خلص وبلشنا بتاني لكن عجبتني ها عم يعملوا بوالين تفضلي احلى فرن لست سمعية حبيبتي ضبط لزق شوي رح افتح شو فرن للخبز بتصيروا تجوا تاخذوا من عند سمية تعملوا مناقيش والله كثير حبيتها لهي الشغلة بس تكون معسكرة كل رغيف بدولار يلا كل رغيف نحن عالدولار
صبحني. الله يحفظك. مش قريب يا اختي؟ قريب. ها؟ ضدك مصعدك هاي إلى 17 سنة عندكم. يلا الساعة 7 فقنا وبلشنا. عادة بفيقوا قبل هيك بس هلأ لأنه في ساعة بدهم ينطروا شوي حتى تطلع الضوء ويكون الهواء يعني أحسن. فالساعة 7 بلشنا لنشوف قديش رح يطول. في عندكم منين بدي اجي؟ منين بتعبر؟ ما بدي نفوز اليوم. بزيحوا بيت ببر مبارب. ها شيلي هالنار من النص يا رب. هذه ورقة خلاص. Şöyle bir şey.
صباح الخير. بس يخبزوا بيجيبوا قهوة؟ ليش بيجيبوا قهوة؟ بيجيبوا شاي، بيجيبوا مناقيش. حلو كمان. الجيران بيعملوا قهوة وبيجيبوا. اه الجيران. اهلا وسهلا فيك. حبيبتي. أنا جبتها. يلا هيدي رق، وهيدي شو اسمها؟ غرق. هيدا عم نرق هلا. اها. هلا عم نهل. من لوح. نهل. لوح. اسمه هل هاي. هل أو روح؟ روح. لوح. 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 ما هي بدك قهوة؟ ايه شكرا. ايه؟ ايه ماني معروف. مرة ولا حلو؟ لا حلو. ايه بعد شوي. شكرا. يلا بدي احاول انا اتعلم. يلا تعلمنا نروش بعد العجين. بعد العجين اهم شيء. وهيدي ما وين راح خبزنا فيه؟ وين بنينا؟
هي عم بتقول درجة عالية فوق. نحط طحين تحتها ونحط ايدينا بالطحين. بتقول درجة عالية لفوق. نعمل. مش أحلى هيك. بس. اها ضبط. إذا مصروف وبالنص شو بتعملي فيها؟ ولا شيء بالنص هيك بتضل؟ يعني خميرات؟ مش منيحة هيك ها؟ هيدي من أول أنا بدي أعملها طحين هيدي وإيدي بطحين كده بس هيك شو صغيرة اها عمهلي اها حتى يفتح منه خلي ياخذ الشروال ياخذ الفم بالتشوار بسم الله رد الروح كامل بسم الله نفتح له فرن نسيت سمعية شو عجبك شغلي منيح ليه بجنن بنحط كعكال العجين شو كان اسمها لهيدي نفتح العجينة رق عم رق عن جد حلو ها مش هيك انت ما بدك تعمل هيك كيف تكبسه من هون ايه تسلق بايدك هيك اها مش هيك ها بس بأصابية تبوا للحريق هون لك الأوعية من هون هلا أتعلم لا دخلتي الساعة صارت 8 وبعد أول لكن كم لكن عنا؟ أربعة عنا أربعة وأول وحدة بعدها ما خلصت وقعدت ليه بتعرف انت لازم تشيلوه بس يصير هان شقار هيك بنشقر يعني بنقلش بيتغير لون مثل هون هلا بتغير لون اخر مرحلة عملتها وقت الخبز هيك الجيران بيجوا بيقعدوا قدام البيت بيصيروا يتحدثوا ويشربوا قهوة سوا خلي روح فين شفتكي وعم يطلع محليا خلص هون الله خبزت المار لما قلت لك جيتي بتفيلي قلت لك خذي الريف قبل ما تروح قلت لك كل ما ياخذ زي بعت له لعب الا من مين عاود الا نجيتي ما كنت بروح هلا من بهار هلا ما فيها شيء بس اذا بلش مش بروح انا بروح من الاول ها اسكيف كيف المار يروح
هاي طريقة تانية. ها هاي طريقة تانية مش هيدي أحسن؟ كتير أحسن، أريح هيدي، أريح. إيه أريح. طلع راح تشتي وفي يوم السودة جاي راح تشتي. افتح الصاجة كلتون. لازم نغسلي في الدرجة. شربك هلا بس نتحمل له. رودي شربك لورا يا بلشت تشتي وخلص نجمع من هون نروح على محل تاني يكون مسقف. اخ تليفوني صار معي. مشيت النار من الأول. أوه برد الهواء. هلا محمد اما رمت لك تعال ايه هي بدها خد وحده لا لا عمل على الشوق ده ما تنزل ولا لا ليه ما فيش اكلت فكرت الاستراحه بتروح عشان حدا ذاتي ايام هيك الايام هي قبل هيك انتهى الزيت اللي كانوا باللك انا جاي الزيت اللي كانوا باللك المدرسه انت داخل هلا لك حاضر هلا طلع لي رغيف خبز بدي ذوقها. بتعرفوا هيدي الخبز بنسميها خبز مرقوق، قلت لكم عندنا كم نوع خبز، هيدي اسمها خبز مرقوق.
هلا ما خلصت هون بيخبزوا بيخلصوا وشو بيعملوا لها؟ ينشروهم؟ ينشروهم وبعدين بيطووهم مع لبنة. كتير طيبة طرية. رغيف خبز كم واحد تعبوا عليها بيعجنوا بيروجوا بيرقوا وفي واحد قاعد على النار وفي واحد عم بيشيل الخبز عن الصاج يعني كذا كذا شخص لرغيف خبز بس عن جد بتستاهل كتير طيبة كتير. سقع الطقس واضطرينا نغير محل اللي عم نخبز فيه وشكلي عم قرب بلشوا يدمعوا عيوني فكرمال هيك وجهي صاير هيك وكتير في برد عن جد برد الطقس. ما شاء الله خلصوا الخبز هلا بدهم يفرشوهم بيفرشوا الخبز حتى تنشف شوي وبعدين بيطووها. إذا ضل الخبزات هيك على بعضهم شو بيصير؟ يعني تطووهم هيك؟ بيصيروا عجين. لازم يسقوا يبردوا. بعضهم سخنين كثير طراية بيبقوا هيك بيصيروا عجين.
وهي هي شفنا كيف منخبز بالضيعة خبز المرقوق. صعب كتير يعني، بدها شغل كتير وبيتعبوا عليها كتير، بس عن جد كتير طيب. وحبيت فرجيكم كيف بيعملوها، وان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيها. ناطرة تعليقكم، وما تنسوا تكتبولي شو اللي عجبكم اكتر شي. باي.